دي يا استاذ محمد المغسله هنا في الشارع، يعني كل واحد بيجيب عربيته يغسلها بذات نفسه، وهنا تحط الزباله وهنا بتحط الجيتوني علشان الجيتوني زي العمله كده اللي كنا تمام. هنا استخدم المكنسه، المكنه دي طبعا دلوقتي المغسله دي وقفت حالها علشان الغسيل جاي من طبيعي رباني رباني رباني. طبعا فكره المغسله الاوتوماتيك دي حلوه. طقف المكنه دي بتنظف الدواسات بس، تمام، تحط الدواسه وسخه تطلع نظيفه، ولا سحر ولا شعوذه، تمام. دي السبيرا بولفر مكنسه، ودي بتنشف بيها، تمام. هنا فيها حنفيه وبرضك هنا تلف الدراع تنشف. وطبعا انت نظفت او بتخش، طبعا بتنظف العربيه الاول وبعد كده بتخش بقى على مرحله الغسيل، تمام. Look at me now, yeah.